السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا الدرس ديال اليوم كما كتشوفوا هو فراشة. كما شاهدتوا معايا من قبل في القناة، نزلت لكم جوج ديال الطرق كيفاش تفصلوا فراشة. عندي فراشة اللي عادية اللي اي واحد كيعرفها، وفراشة اخرى اللي كتكون بالدوبلور تيكون فيها جوج ديال البياسات، وهذه طريقة اخرى ديال الفراشات. وبالنسبة للفراشات الاخرين اللي نزلت لكم في القناة غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، غادي تنزلوا لتحت وغادي تلقاوهم. اذا غادي نبدا ان شاء الله. هنا عندي الطول، ناخذ القياسات. الطول 1.40 متر، وبالنسبة للدورة ديال الصدر 27 سنتيم، والتركيز عندي 27 سنتيم. وبالنسبة للطوق يعني دورة ديال الرقابة غادي ندير في 7 على 15 سنتيم، يعني الأمام غيكون نازل ب15 سنتيم. والشكل اللي غادي ندير هو على شكل في، انتما لكم الاختيار ديروه على شكل في، مربع، على أي شكل بغيتو. اذا من بعد ما خدينا القياسات غادي نبداو ان شاء الله في الدرس ديالنا. بالنسبه لهذا الاطار اللي عندنا فيه 75 سنتيم، غادي نجي وغادي نقسمه في النصف، يعني 75 سنتيم مقسومه في المنتصف، غادي تكون عندي 37 سنتيم ونصف. انا من قبل درت النقطه، نفس الحاجه غادي نديرها لتحت، ومن بعد غادي نصل هذه النقطه هذه مع هذه النقطه. بالنسبة للثوب راه تيكون مسدود من هاد الجهة، هادي تتكون هاد الجهة هادي مسدودة، يعني الثوب مطوي بهاد الطريقة هادي. هنايا كما كتشوفوا ما كتكونش عندنا الخياطة. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نجي وتيكون الثوب عندنا مطوي على اثنان، غادي ناخد من هاد النقطة وغادي ندير 7 ديال السنتيم ديال الرقابة. نفس الحاجه غادي نديرها عاوتاني من هذه النقطه اللي هنا، غادي ندير 7 ديال السنتيم بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نجي لهنا وغادي ننزل ب 2 سنتيم ديال الجهه ديال الظهر، ومن بعد منها عاوتاني غادي ننزل ب 15 سنتيم ديال الجهه ديال الامام. هذه 2 سنتيم، من بعدها 15 سنتيم ديال الجهه ديال الامام، دورة ديال الرقابة ديال الأمام. ومن بعد غادي نصل هاد النقطة، غادي نديرونا على شكل في، يمكن لكم نتوما ديروا شكل اللي بغيتو بهاد الطريقة. هنايا كما كتشوفوا فاش تكونوا كتفصلوا يعني كتقطعوا الثوب، انتبهوا قطعوا في الأول الجهه ديال كتحلوا الثوب كتفتحوه، وكتقطعوا الجهه ديال الدوره ديال الرقابه ديال الامام بوحدها باش ما تحلوش الجهه ديال الظهر حتى هي، يولي عندكم الطوق في الامام وفي الظهر. فهمتوني؟ كنتمنى انه يكون واضح ليكم. من بعد كنجي وكننزل بالدوره ديال التركيز في هذه النقطه هذه في الوسط، غادي ننزل ب 27 سنتيم. نفس الحاجة غادي ندير هنا 27 سنتيم، ونفس الحاجة من هنا غادي ندير 27 سنتيم. وهاد النقاط هادو غادي ننزل عليهم القياس ديال دورة الصدر، غادي نجي من هاد النقطة وغادي ندير 27 سنتيم. هنايا نزلت النقطة شوية نازلة غلط، غادي ندير 27 سنتيم بهاد الطريقة هادي. عاود غادي ندير 27 سنتيم وحده اخرى مقابله ليها، غادي ننزلها 27 سنتيم بهذه الطريقه. من بعد غادي ننزل بالقياس ديال ارتفاع الظهر اللي تيكون عندي فيه 40 سنتيم، غادي ننزل 40 سنتيم بهذه الطريقه هذه. ومن هاد النقطة هادي ديال ارتفاع الظهر غادي نحط القياسات ديال دورة الحزام. انا هنا غادي ندير 25 سنتيم،
نفس الحاجة غادي نديرها في الجهة المقابلة 25 سنتيم. من بعد غادي نفصل هاد النقاط بهاد الطريقة. نفس الحاجة هنا ونفس الحاجة من بعد، عفوا غادي ننزل لتحت وغادي ناخد هاد المسافة كاملة اللي عندي في الفراشة اللي عندي في التوب. نفس الحاجة هنا غادي ندير بهاد الطريقة هادي. من بعد غادي نجي وغادي ندير هنا، غادي نطلع بعشرين سنتيم او لا على حسب اللي بغيتو، ندير انا 30 سنتيم ديال الفتحة باش كتجينا سهلة في المشي هكا الفراشة، كتجيناش معدبة. نفس الحاجة هنا غادي ندير 30 سنتيم، هادي غادي نحتاجوها في الخياطة فاش نكون كنخيط. هنا فاش نكونو اول حاجة كنفصلو، فاش تكون كتقطعي بالمقص غادي ديري هنا واحد العلامة هكا غير صغيرة بالمقص تقطعيها. ونفس الحاجة هنا باش فاش تكوني كتخيطي تعقلي عليها بان هاد المكان هذا راه فتحة وغادي تخليه مفتوح. من بعد غادي نجي لهاد النقطة هادي وغادي ننزل من بعد غادي نجي لهاد النقطة هادي ديال دورة ديال التركيز وغادي ننزل هنا بعشرة ديال السنتيم، ونفس الحاجة هنا بعشرة ديال السنتيم. ما تنسوش تكتبوا هاد المعلومات، مثلا هنا يكتبوا عشرة ديال السنتيم، كتبوا هنا 30 سنتيم ديال الفتحة باش بقوا عاقلين عليهم. هاد عشرة ديال السنتيم اللي درنا هنا ديال الحزام، يعني الحزام اللي تيكون في بحال هاد الشكل هذا ديال هاد الفراشات. كما كتعرفوا تيكون واحد الحزام هكا في الامام اللي تيكون باين غير في الامام، وتيكون هاد المنطقه هادي تتكون محلوله اللي كيدوز منها الحزام وكيتحزم على الدوره ديال الحزام ديال السيده اللي لابسه. يعني فاش كتكوني كتخيطي هاد البلاصه من هاد النقطه من هنا لهنا، وهذا المكان هذا كتخليه محلول غير الجهه ديال الامام. يعني حتى كتكوني كتفصلي كتشدي التوب ديالك وكتحليه وكتخليه غير على جهه واحده، وكتحلي هذه المسافه هذه هي اللي كتحليها ديال 10 ديال السنتيم اللي غادي يدوز منها الحزام. يعني الجهه ديال الظهر ما كتكونش محلوله. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني ويكون الشرح واضح. يعني هاد الشكل هذا ديال هاد الفراشات راه تيكون كما كتعرفوا الفراشه كتخيط على وجهها. يعني الفراشه كيفاش كتكونوا كتخيطوها، تيكون هذا الوجه ديال التوب كتخيطوا فوق منه، كتكونوا هكا متراسين مثلا بالخيط، كتاخذوا الخيط وكتنبلوا داك المنطقه كامله اللي غادي تمروا عليها بخياطه باش ما يوقع لكم شي ديفو في الفراشه. بالنسبه للخياطه ديالها كنتمنى انكم ترجعوا للدرس ديال الفراشه، جوج ديال الدروس اللي درتهم من قبل وراني شرحه لكم بكل وضوح.